وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف على الهواء مباشرة سعادة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح، الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. دكتور، بعد التحية لو تعطينا نبذة عن هذه المسابقة وسبب اختيار الدخول في المجال الإلكتروني تحديدا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم جميعا. حقيقة هذه المسابقة هي مسابقة يعني متميزة في نوعها وفي طرحها، تختلف عن المسابقات التقليدية. ألو؟ نعم دكتور تفضل. أي نعم، هذه المسابقة حقيقة هي تحظى أولا بالرعاية الملكية السامية لجلالة البلاد المفدى، جلالة عاهر البلاد المفدى حفظه الله تعالى ورعاه. نعم. حقيقة هي يعني تختلف عن كل المسابقات القرآنية الموجودة، نستطيع أن نقول في كل العالم، لأنها يعني خطت خطوات وتجاوزت موضوع الطرح التقليدي والنمطي، وسخرت حقيقة يعني المجال الإلكتروني. نعم. والإنترنت، بحيث تكون هذه المسابقة لأي مشترك ولأي متسابق يريد أن يدخل ضمن هذه المسابقة في أي مكان في العالم. نعم. عنده خدمة الإنترنت. دكتور، جميل أن تكونون يعني مواكبين للتطور والتقدم في يعني التقريب. الآن العالم أصبح قرية عالمية والجميع يستطيع أن يشارك في هذه المسابقة، جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، ولكن كيف تتم عملية تقييم المتسابقين في ظل وجود هذا الكم الكبير من المشاركين فيها؟ حقيقة المتسابقون الذين شاركوا هذه السنة في النسخة الثالثة فاق التصورات، يعني وصل عددهم لأكثر من 9200 متسابق يتنافسون على يعني ثلاثة مراكز. نعم. كيفية التقييم والتمحيص هو عن طريق الإنترنت، وكذلك المحكمين الذين يحكمون ويقيمون. نعم. هذه التلاوات والقراءات هم من بلدان مختلفة يفوق عددهم 55 محكما من مراكز معتمدة في تحكيم وتدقيق القرآن الكريم كالأزهر الشريف. نعم. وكالمملكة العربية السعودية والمغرب وغيرها. فأيضا هم تم التنسيق معهم عن طريق الإنترنت، يكون التقييم في المرحلة الأولى والثانية والثالثة. نعم. تبقى المرحلة الرابعة والخامسة والأخيرة التي ستكون في التقييم، سيكون في مملكة. هل هناك معايير معينة دكتور في عملية التقييم؟ هل يعتمدون على نظام التصويت مثلا؟ هل هناك مثلا معايير أخرى من ناحية الصوت، من ناحية الأداء مثلا؟ طبعا هو ما استخدمت الانترنت الا لكي يعني يستفاد من كل التسهيلات الموجوده فيها. اولا التسهيل يعني عدم تواجد وحضور الناس والمحكمين والمتسابقين في مكان واحد، يعني في البحرين، انما كل واحد في مكانه وفي بيته وفي اي مكان في العالم. صحيح. وايضا المحكم في اي مكان في العالم يكون في تنسيق فيما بينهم من اجل التحكيم والمشاركه. نعم. يقوم المتسابق بتسجيل صوته ويبث عن طريق الانترنت، عن طريق موقع المسابقة. نعم. ومن ثم تحال هذه القراءات النموذجية إلى المحكمين فيحكمونها عن بعد. نعم. يعني هي الشيء الجديد إن هي سخرت الانترنت، وهنا أريد أن أشير حقيقة. نعم. بالحكومة الإلكترونية لها دور كبير يعني في 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 تسهيل مثل هذه الأمور. وأيضا هذه من مميزات مملكة البحرين، أننا عندنا الحكومة الإلكترونية وهذا الربط فيما بين جميع الوزارات والمؤسسات. نعم. والإدارات. نعم. يكون التحكيم من مكان بعيد من قبل المحكمين. كله عن طريق في ضوابط وفي معايير معتمدة تفصيلية، يعني ليس هنا مجال. نعم. أن نذكرها، لكنها معتمدة. نعم. بحيث يكون التنافس شريف وايضا يكون يعني. نعم. في حفظ لحقوق المتسابقين. اذا سعادة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح، الوكيل المساعد بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا لك.